حيا الله الشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم اخوكم خالد شملان، مصور بحريني ومدرب تصوير. مثل ما عودناكم كل مره جايينكم بورشه مختلفه وموضوع مختلف وفي مكان مختلف. هالمره جايينكم بورشه مميزه جدا لتصوير اللاندسكيب في صلاله الخضراء. الحمد لله، الحمد لله. All praises to Allah, all praises to Allah. تعتبر صلالة من أجمل مناطق الخليج العربي في هذه الموسم، وتتميز بخضرتها وجمالها وينابيعها وشلالاتها الجميلة، واللي تستاهل عناء السفر والتصوير. I never thought about all the things you have given to me. فراح نستغل هذه الفرصة وهذا الموسم الجميل لعمل ورشة تصوير اللاندسكيب في صلالة الخضراء. راح تكون مدة الورشة 6 أيام. راح نتعلم فيها الكثير الكثير من تقنيات تصوير اللاندسكيب بكل احترافية، واستخدام المعدات المختلفة مثل الفلاتر وغيرها من التقنيات المستخدمة من قبل المحترفين. الحمد لله، الحمد لله. راح نغطي أيضا طريقة تصوير الـ HDR باختلاف أوضاعه وتقنياته. الحمد لله، الحمد لله. راح نزور في هذه الأيام الستة أجمل مناطق صلالة لتصوير طبيعتها الخلابة، واللي ما يزورها عادة السياح. فهذه أماكن ومواقع تصويرية بحتة تتيح للمصور فرص التقاط تكوينات غاية في الجمال. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed you gave me hope. والحين للتسجيل يا ريت ان انتم تملون الفورمه اللي تحت، واللي راح ان شاء الله تمكنكم من التسجيل في هذه الورشه الجميله. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله في صلاله. God made me from all the way.